السابق نعم هناك كان في طابور انتظار في مؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولكن نصف نصف اللي بالطابور كان يتجه إلى القطاع الخاص ويأمن له مسكن، النص، إذا بعض الأحيان كان أكثر. اليوم احنا نتكلم خلال السنوات القليلة السابقة الأعداد اللي بالطابور، يعني إذا أتكلم بس أعطيكم مؤشر، سنة 2013 تقدم لنا بحدود 8500 طلب اللي اتجهوا للقطاع الخاص، انه قدر يروح هو يوفر له، يعني ألغى طلبه وكطلب ملغي هو طلب واحد. فهذا يبين ان الخلل موجود اليوم في السوق العقاري السكني، والخلل بهذا السوق جاي من عدة اعتبارات او عدة اماكن تحتاج الى دراسة، ويعني تحتاج إلى تحليل سليم.